بالبيت فضحت ظهر رياضيه متعدد النشاط، كره القدم، كره السله، كره الطائره، لعب القوى، الكره الحديديه. كما هو معلوم احنا ساكنين في مدينه القنيطره، وسكان ديالو منطقه السكان الضحى جروب 93 جروب نادي جروب 92 جروب 88 89 90 91 الى من 90 الى من جروب 89 الى جروب 119. كما معلوم منطقه الضحى منطقه نائيه وعطيناها بزاف ديال البعد، واللي عندها مستقبل زاهر ان شاء الله اللي في المستقبل. وما كما هو معلوم ان منطقه الضحى لقات واحد شويه ديال الاهمال في هذه الاونه الاخيره، خاصه في البستانه، الحدائق، ملاعب القرى. كنتمناو من المجلس البلدي ديالنا واحد الالتفاته لمنطقه الضحى، لان منطقه الضحى الاولى انها منطقه اللي ولات كتعرف واحد الخلل وفوضى، بما ان ما بقات فيها الحديقه لا شي حاجه، العاب للاطفال وشي اللي فرج عليهم منتزه، يكون عندهم اللي خرج لهم، يكون واحد منطقه خضراء ولا منتزه فضائي للالعاب، وكذلك ملاعب القرب لكره القدم وكره القدم، لانها منطقه شويه ضعيفه من ناحيه ملاعب القرب. سي محمد، انا كنعيش معكم كصحفي وك في قناه المغربية بريس، رخص رئيس الجامعه ديال القنيطره السي البنياني يعطي شويه الاهتمام لوليداتها، ما كاينش الالعاب والو، جاي القنيطره كامله فيها الى هذا ياك سي. بالفعل كنتمنوا من رئيس المجلس البلدي الحالي ان يهتم ويدير واحد الالتفاته للمنطقه ديالنا، وخاصه الاطفال، لان الاطفال هم القدوه المستقبليه ان شاء الله اللي بغيناهم نزيدوا بهم القدام. وحنا بالمنطقه ان بما انني رئيس جمعيه فضاء الضحى كنقوم بتوعيه الاطفال وكنقوم كذلك. قبل المغادره لا تنسى الاشتراك في قناه مغربية بريس والاجابه بالفيديو لكي تتوصل بكل جديد.